السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو كي كتشوفوا جيت نشارك معكم واحد الكاريطه كنصاوبها كتجي زوينه رائعه. اختي صراحه اللي مول فكر ديرها بزاف. ايوا قلت علاش ما نشاركهاش معكم حتى انا. المقادير عندنا يا لالا، عندنا جوج بيضات وهي كدير فيها غير جوج بيضات. انا هنا دايره جوج بيضات وبيض بيضه. علاش؟ حيت الصفار البيضه غادي ندهن به فداك البيض البيض ما يضيعش، فهمتوا؟ فكنضيفو هنا جوج بيضات ياكو، وعندي هنايا جوج معالق ديال العسل. العسل ديالكم اختي تقدروا ديروا غير العسل العادي، تقدر ديروا الحر، تقدر المهم جوج معالق ديال العسل، كاس ديال الزيت ما عامرش، انا ما كنبغيش نكثر الزيت، كاس ديال السينيد حتى هو ما عامرش، حتى هو ما كنبغيش نكثرها. وعندنا هنا جوج خمارات وواحد الفانيا. وبالنسبه للدقيق عندنا جوج زلايف ديال الدقيق، ما يكونوش عامرين، يعني كتعمريها وكتمسحي الجبانيه. وانا دابا غادي نضيفوا البيض هو الاول ياكو، وغادي نديروا عليه فانيا، شاسيه ديال الفاني، غنخلط. هي الا درتوها في شي مول بانيو ولا شي حاجه ديروها، دربوا هاد المكونات بالدراج. وكاين ثاني اللي كيبغي يدرب داك الشيء بايدو. دابا غنبدا نخلط بيدي، عرفتوا انا كنحملش نخلط البيض بيدي، داكشي علاش كندير الدراب اليدوي، ولكن هي كتبقى صراحه خدمه باليد افضل. هي صراحه باليد كتشدي عبارك، فهمتوا؟ شي بحال ملي كتخدمي العجانه ولا العجينه ما كتشديش العبار، واحد النهار ما شديتش العبار ديال الدقيق. دابا غنبدا نضيف الدقيق، غنبدا نضيفو تدريجيا. فوالا، من بعد ما عجنتها شفتوا كي خص تجي العجينه، وبعد مرات عشت واحد المره جاتني كندير هكا الورده جاتني قاصحه. المهم شو العجينه كي خصها تجيك بحال هكا، يعني كتحكمي فيها. ايوا دابا غنبدا نكور. بغيت صراحه نجرب شي حاجه جديده، بغيت نجرب فيها الشوكولات، نشوف واش غادي تجيني شي وحده ندير فيها الشكوط من داخل. هي صراحة اللي بغيت ندير فيها الشكوط خصني نديرها كبيرة، فغنجربها نتوما معايا الا تشوفوا واش غتصدق ليا اللي فيها الشكوط ولا الحشية، حيت هي كاريطة شوفي كتشوفو فوالا، يعني الحجم اللي قرصتيها فيه هو اللي كتبقى فيه مني كطيب، هي غير كتنفخ شتو. المهم هانتوما معايا نوجدو شي وحدين، شي وحدين سامبل وشي وحدين وجدوهم بالشوكولاط.
انا قرصتها كورتها وقرصتها ودهنتها بالبيض مع نيس كافي. واحد لاطة دخلتها الفران، درتها سامبل وهادي، درت فيها هاد الحبيبات ديال الشوكولاط، بغيت نشوفها كي غتجيني، بغيت تجيني بحال الكوكيز، فنشوف كي غتجي. اختراع جديد. الا جاتني مزيانه ديروها، ما جاش ديروا غير كوروها وعاديه صافي. يلا نخليكم من يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكاليطه. شوفوا انا راه كثرت ليها، درت البيض باش دهنتها ونسكافي، كثرت نسكافي بزاف ساعجو، جاتني هكا المارو بزاف، فما تكثروش ليها نسكافي، ديروا غير شويه ديال نسكافي باش كتجيكم بحال هكا، شتو ما تجيكمش دايره بزاف، ديروا غير شويه ديال نسكافي وصافي. حيت شي وحدين، حيت كي كتشوفوا درت جوج لاطات، شي وحدين ما كثرتش فيهم نسكافي في البيض وشي وحدين كثرتو ليها. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديال اليوم، عجبتكم الوصفه ديال اليوم. المهم كل مره نشارك معكم شي حاجه من داكشي اللي كندير. هذا مكان، هذه الكاليطه اللي هنايا سامبل، ما درتش فيها والو من الداخل، شفتوا؟ وهذه اللي هنايا هي اللي درت فيها الشوكولاط، عرفتي راه ملي كتاكليها درت فيها هادو هاد الحبيبات ديال الشوكولاط، جات بحال الكوكيز، عرفتكم ما جاتنيش بحال هكا مع البيض بنسكافي، كما جات بحال هكا غتجي ذهبيه، غتجي بحال الكوكيز، يعني اختراعات. قلت لكم الا صدقات لي بالشوكولاط غنشاركها معكم، ما صدقاتش بالشوكولاطه ما نقولهاش لكم، ولكن جات زوينه. خذوا هاد الباكيه ديال الشوكولاط اللي خديت لي، درت الحبيبات راه كيتباع في بيم، عرفت راه في بيم ب10 دراهم كيتباع، ما غاليش بزاف وزوين، عرفتي كديري عرفتي كتجيك بحال يعني بحال الناس اللي عندهم وليدات صغار وكيمشيو للمدرسه وداكشي ديروه ليهم بحال هكا الكوتي. ايوا صافي هذا مكان، نخليكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.